والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إنه لشرف عظيم لنا كجزائريين أن نقف بين أيديكم في هذا الجو المهيب، في هذا المكان الذي يعتبر سرحاً من سرح الوطن. اليوم وأنا أنفذ نداء الواجب الوطني في الترشح لأعلى منصب في الدولة الجزائرية، منصب رئيس الجمهورية، أعتبر نفسي جندياً من جنود هذا الوطن. نذرت نفسي لله من أجل خدمة الشعب الجزائري. اليوم وقد أعتقد نفسي أنني استوفيت شروط الترشح، أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الشعب الجزائري، إلى كل الأحرار الذين منحونا ثقتهم في توقيع استمارات الترشح. من هذا المنطلق قررنا بإذن الله أن نكون في خدمة الله، في خدمة الوطن. لا شيء غير الوطن، لا شيء غير الدولة الجزائرية التي أنفقت علينا منذ أن كنا تلاميذا، منذ أن ولدنا من بطون أمهاتنا، لحم اكتفنا من هذا الوطن. إذن سأسأل الله العظيم أن يجعلني في خدمة الوطن، ونطلب منكم إن شاء الله تدعمونا في هذا في المسيرة القادمة إن شاء الله. كل شيء تم في بالشكل المطلوب، وإن شاء الله نكون في المستوى المطلوب. القرار للجنة المستقلة، لو لم نستوفي الشروط ما كنا هنا. شكراً.